ايضا رابطه الانديه يحق لنا تغيير شكل الدوري بالتنسيق مع اتحاد كره القدم. تمام، ما هي رابطه الانديه دي عباره عن ايه؟ انا عباره عن اعضاء في هذه الرابطه اللي انتخبهم عشان يبقوا موجودين في الرابطه كاعضاء في الرابطه هم الانديه، يعني هم ممثلين عن الانديه، وبالتالي لو ما نفذوش طلبات الانديه هتبقى عندك مشكله كبيره جدا، تبقى عندك مشكله كتير على مشكله كبيره جدا. وسيتم التصويت بالمناسبه، دي معلومه برضو، سيتم التصويت على شكل الدوري من اعضاء الرابطه، من اعضاء الرابطه يوم السبت القادم، وبناء على طبعا ده بعد تشاورهم مع الانديه، لانه زي ما قلت لحضراتكم رابطه الانديه المجموعه اللي موجوده هي ممثله لل 18 نادي اللي موجودين، وبالتالي يوم السبت خلينا ننتظر ونشوف شكل الدوري هيبقى عامل ازاي. شكل الدوري ما بين الرفض الدوري الدور الواحد او دوري الدورين، في ناس رافضه هذا الامر وفي ناس رافضه دوري المجموعتين، كل عايز يلعب، او معظم الناس اللي انا اتكلمت معاهم النهارده الحقيقه من المسؤولين في الانديه عايز يلعب دوري عادي، ولكن دوري عادي ده هيوصلنا لسنه استثنائيه تانية، دوري عادي هيوصلنا لسنه استثنائيه تانية. لكن عموما خلينا نشوف راي الانديه ايه خلال الفتره القادمه في هذا الامر.